بالنسبه لي انا الاعتراف بالمراه كيكون ماشي اليوم ولا الشهر ولا العام، العمر كامل، لانه كتولدنا مراه وكان كتربينا مراه وكنعيشوا مع مراه وكان ممكن نولدوا ولد ولا بنت اللي غتولي مراه. فكنضل الاعتراف كيخص يكون ضروري، الاعتراف سورتو المراه من خلال مجموعه ديال الظلم اللي كتلحقوا في المجتمع، الاغتصاب في جميع المناطق، والمراه القرويه اللي مع الاسف مازال ما عطيلهاش الحق ديالها في ابسط الحقوق. كنتمنى اننا نزدهروا اكثر ونوعوا اكثر، لانه الا ما تقدمتش المراه راه حنا المجتمع راه ماشي الراجل اللي كيقودو، المراه هي التي تقود المجتمع، وان كان الرجل ربما قد يحكم ولكن المراه تقود المجتمع. معلوم الرجل كيجيب له الرب اللي راه كيحكم بدارو، ولكن راه فينا المراه، المراه كتسير كل شيء. رساله للزوجه ديالك، كنعرفوا واحد القصه كبيره بزاف كتجمعكم وفكركم بعضياتكم، اش واش بغيت تقول لها؟ انا بالنسبه لي الزوجه ديالي عطيتها هذا الاسبوع ارتحت فيه وسافرات، ولكن هي ارتأت انه مقسموه، دوزات النص ديالو على برا ودابا راه في المطار راه جايه ان شاء الله. فكنقول لها كل الحب، كل تقدير، كل كلمات زوينه، وكل الشكر على الصبر اللي صبرتي معايا ومع الاولاد. الله يحفظك، ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.